مرحبا جايز، كيفكم؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله تكوني بخير. انا اليوم كثير متحمسه لهذا الفيديو. هذا الفيديو انه انا باليوم بدي افرجيكم مشترياتي للمدرسه. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير وشعرات. يلا خلينا نبلش. شوفوا هذول كثير بيخوفوا للهالوين. بدي شوف فلاش بوكس عشان اجيبه، فحبيت هذا كثير. هذا حقه 10. هذا حقه 10 دولار، فكثير حبيته. شوف ما احلى. الا اني ما رح تعمل هون هيك، فرح اجيبه. كثير كثير حلوه. يا عن جد كتير حلوة، وفيك كذا لون، في أسود، في زهري، هذا اللي أنا بدي أجيبه، وفي رمادي، وفي من كل الأنواع. أنا غايبة لأخذ نفسك بس كمان رمادي. وأنا رح آخذ هاي كتير حلوة. والله أحلى. شوف هاي شكلها كبيرة يعني. شوف قلبها يعني. إيه كبيرة كتير. فأنا رح آخذ هاي. هون انا لقيت هاي بنحط فيها اندومي ومعكرونه، كثير حسيتها ظريفه. ولقيت كمان هاي للمي، لقيتهم طقم طقم سوا. وحتى لقيت اللانش بوكس يلي انا حطيته بالسله، لقيتهم طقم سوا، فبدي جيبهم. اوكي هلا انا مالي لهجيب هاي الانينه، هجيب هاي لانه هاي احلى. انا جبت هاي مستني حلوه، سودا ولون رمادي. هذا اللانش بوكس انا طقم مع بعض. شوفوا هاي، من جواتها من جواتها خشب، وهي كمان ما احلى. خلينا نشوف كمان شو بدنا نشتري. هلا هنشوف الدفاتر ونرجع. هون لقيت هدول توب انجليزية، فكتير حبيتها. ممكن حاط وبنفتح من هون، وفي كذا قصة، مثلا في هاي، في كتير شغلات. كتير حبيته أنا. هون في كتب أفلام. أفلام؟ شايفة؟ أفلام؟ كتير حلو. شوفوا هاد. شوفوا هذا الكتاب اللي يعني بتعلم إنجليزي جديد، يعني في كتب بتعلم. بفكر أخذ هذا الكتاب. كتير باينته حلو. $30 هون ما كنتم شايفين. هاخذ هذا الكتاب.
انا هاخذ نكتة هاخده يعني الي يعني بتقوي الانجليزي كثير عجبني حتى انا مثله كمان بقوي الانجليزي في عجبني فله اخذ نفس الطارق هذا الكتاب نفسه بس هذا الثاني هذا المبتدئين يعني هذا الكتاب بيعلم الاحرف ما كل شيء حتى هذا يعني المستوى اللي بعد نفسه اخذ نفس الطارق بالضبط وهلا هون لقيت هذا القسم كله الكتب فانا هون شفت شغلات ف اخذ هاي السكنوت بدك سكنه انا بدي وبحتاج فكمان بدي اخذ هايلايتر لانه بحتاج كثير بدي اخذ هذا هذا هو انا كل ما بدي اجيب اغراض للمدرسه بجيبهم اغانقين فحبيت هدول الالوان لانه حسيتهم شوي فاتحين شوفوا انه في زهري في اخضر فاتح في ازرق في نادي في كمان ازرق فبدي اخذهم شوفوا يعني هون في الوان هون في هاي دفاتر هذا هدول دفاتر الرسم يعني دفاتر الرسم مو رسم بقلم رصاص يعني بتنقص الورقة من هون هاي الورقة بتنقص من هون بنرسم عليها بس برصاص يعني مثل هيك في هذا البندر اللي جمع فيه ورق ودفاتر ملاحظة بدي اخذ واحد منها كتاب يعني واحد اثنين شوف هلا الإعلان كمان هلا عم تخطيط ماركة زبرا ما كان شايفين ايش شوف هدول الإعلان هي بستعملها انا وحالة زحتشناها شوفهم احلى باخذ وحده من هذا باخذ كمان مقلمه شوف شوف اشكالهم احلى كثير حلوه حتى شوف هذول هذول الاقلام لا مصاص هاي بتيجي علبه وبقلبها قلم شوفوا انت لقيت من هدول لقيت هذا الشكل هذا خضار همبرجر ولقيت كمان هذا الشكل هو على شكل دونات ولقيت انا اكثر شيء حبيت تبع الدونات ولشوف اخي طارق اذا بده منهم واوكي حكيت لكم شغله انه هون في مثل انه بيلزق على الحيط فانا ملزقه على الحيط وفي هون ورق بكتب عليه الشغلات اللي بدي اياهم لقيت هدول الالوان شوفوا السلام هذا اللون مثل هذا اللون في منه هيك ومن هون في منه هيك يعني هون بيجي عريض وهون بيجي رقيق فهدول الالوان كتير حبيتهم هلا هدول بدي احطهم بالسلة وبدي ادور كمان على شغلة ثانية شوف هون المقالم فأنا أكثر شيء حبيت هاي المقلمة كتير حلوة شوفنا أحلاها فكله كله هيك ألماس وشوفوا كمان من جواتها حجمها كبير من جواتها هاي حقها هاي حقها 4 دولار فحبيتها كتير انا فحطها بالسلة وكمان لقيت هذا الدفتر يو كتير حلو كتير كتير حبيته هو دفتر بيجي هيك انا حبيت الابيض اكتر من الذهبي فشوفوا هون في الاميرات نفتحه اوكي يو هدول ستيكر كتير حلوين في مثلا هون في شورت هون في هيك مثلا هنا بيجوا في شورت في هون جاكيت كنزة في هون فستان هلا هيك نكون خلصنا وبدنا نفرجيكم هلا نفرجيكم قطعة واحدة رح نحطها بهي السلة الثانية حلا جابت جبنا هاي جابت هاي هدول اقلام لا مصطفى جبنا هدول
جبت هدول الألوان. هاي مقلمة إلي شكلها مقلمة هاي مقلمة إلي هاي لانشين لانش لأختي لحالة ولانشين وجبت هدول المقصات مشان ما أجرح إيدي جبت هدول هذا الدفتر اللي حالة جابته وجبت هدول الإقلام مثل ما فرجيتكم إياها كتير حلوين هاي الاستكارات اللي جابتها حلا وهدول هي اللي انا جبتهم هدول هي اللي طارق جابهم هدول الدفاتر اللي جبتهم هي يعني هي واحد اثنين ثلاث ثلاث دفاتر عليك لو ورد لونه كحلي ورد كثير حبيته هدول الترابس الموين يعني هي لإله هي لحلا هي كثير حبيتها انا وجبت هدول الستيكر كتير حبيتهم وفي منهم كذا لون في منهم ازرق واخضر وزهري كتير حبيتهم فنتقاسمهم انا واخي طارق وجبت انا هذا الكتاب اللي كثير كان عندي بعلم الانجليز وجبت هذا البندر بحتاجه للورق انا جبت هدول الاقلام يمكن اخي جابهم ما بعرف نسيانه هدول الاقلام كتير حبيتهم وإذا أنا جبتهم متقاسمون أنا وطارق كتير حلوين جابت حلا هذا الألوان عن جد هدول ألوان كتير حبيتهم أنا كل ما بجيب شغلات بجيبهم غامقين فهدول جبت حلوين هاي اللي جابت حلا تبع الحظ الأكل السخن ماشي وهدول أقلام رصاص وهاي دفتر لحلا ودفتر إيه وجبت هذا الزلمة هذا مو أنا جبته هذا طالع جابه كتير حلو وحتى راسه بيتحرك وهذا اللونج بوكس كتير تقيل كنت هاوقع منه كتير تقيل وكتير حلو لونه كرمادي كتير حلو هذا اللونج بوكس طالع جابه وهاي اللي جابت حلال للتلوين والرسم كتير كتير وجبنا هذا لأخي كتير حلو كمان خليني افتح هيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم هاي الاغراض اللي جبناها ثلاث جبناها وكمان ما رضينا ان نفرجيكم الشناتي لانه الشناتي وصينا عليهم الشيئين بس اكيد بدنا نفرجيكم اياها هنعمل فيديو خاص للشناتي عشان نفرجيكم هذا كان فيديو لليوم لا تستعملوا لايك وشير وسبسكرايب ولا تنسوا زر الاشتراك ولحطوا لكم حساب الانستغرام تحت وباي